والراحة. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نوجدوا لينوي بالكفتة والبوارو، كويرات ديال الرز بالجنجلان والعصير، نكتشفوه جميع. بالنسبة للوصفة الأولى غادي نحتاجوا الكفتة، لينوي، خيزو، البوارو، شامبينيون كحل مفزق، البيض، الملحة، السكر، زيت الجنجلان، صوص سوجا، الخل والبويون. نديروا الماء يغلي باش نسلقوا لينوي. في كاسرونة نديروا مرق الدجاج، لاصوص سوجا، السكر، الخل. في مقلة أخرى نديروا زيت الزنجلان ونحمروا فيها الكفتة. من بعد ما غلى الماء نزيدوا فيه الملحة ونسلقوا لينوي. لاصوص وجدات، الكفتة تحمرات، نديروها بزلافة، نقرضوا البوارو ونزيدوه في نفس المقلة، نزيدوا خيزو، شامبينيون، نصفيو لينوي، نفرشوهم في طبق التقديم، نزيدوا عليهم الكفتة، نسقيوهم بلاصوص، ونزيدوا الخضرة والبيض. وها الوصفة وجدات. بالنسبة للوصفة الثانية غادي نحتاجوا الرز، زنجلان، سنيدة، سكر فانيي، نشا، سكر غلاسي والماء. في كاسرونة نسلقوا الرز. من بعد ما يبرد نزيدوا الزنجلان، سكر فانيي، نشا ونخلطوا. ندهنوا يدينا بالزيت ونصوبوا كويرات. ندوروا عليهم الزنجلان. سكر غلاسي وها الوصفة وجدات. ندوزو للعصير، غادي نحتاجو البوبلوموس، الفكوس والعسل. العصير وجد، بالصحة والراحة.